السلام عليكم، صباح الخير، تصبحوا تربحوا، تحية الجميع المتابعين ديالنا القدام والجداد، ومرحبا بكم ومبروك عواشركم بالصحة وطول العمر، واللي مريض الله يشافيه، واللي مهموم الله يفرج عليه، والله يفرح كل يتيم حزين يا ربي يجبر بخاطرنا وخاطركم هاد العواشر المباركة. شي ما كتشوفوا اخوتي انتم الربيع داير حالة حالة، لا بقوق لا والو، تبارك الله انتم مورا الخير، انتم كتشوفوا البصله، انتم كتشوفوا الربيع، ولكن راه الشتاء عندنا بالشهرين الشتاء، تبارك الله ما شاء الله. شوفوا انت حتى الجزر جا ضعيف، هانتوما كما كتشوفوا حنا هنا حدا الدار في المدينه في السراييفو والبوسنه والهرسيك تنغرسوا، يعني تا ما قسم الله قريب، يعني تا الجزر كيكون البصله كتكون كلشي قريب، ولكن كما كتشوفوا هانتوما الارض بقى سارده، تبارك الله شهرين ديال الشتاوات، الشتا والرعد، وسبحان الله الشتا والرعد في الصيف، الصيف هذا ولكن الصيف باقي ما عندناش حنايا. اليوم طلعت الشميشة، شوفوا انتم اخوتي راه اللفت هذا كان على مزيناتو، اللي متبع الفيديوهات الشرطه الصغار ديالي غادي يشوف اللفت كي داير على مزيناتو. شوفوا انتم الشتا تبارك الله ما شاء الله، راه ماشي الشتا هي كلشي، في الناس كيقول لك لا الماء، حتى الماء حتى هو الى حاجه الا جات على حدا راه تتنقلب ضدها، ولكن ديال الله هادشي سبحانه وتعالى، مع الانسان ما يدير كما كتشوفوا، راه هذه اللفت هذا اللفت المكور ديالنا. شوفوا انتم اخوتي انتم دابا قطعتو لكم باش تشوفوا، هذا راه دبال دابا غيتلاح، الشتا تبارك الله هاد العام ما شاء الله محايحه، وداك الشيء ديال الله سبحانه وتعالى، ما عندنا ما نديرو حاجه، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكون، ما عندنا ما نديرو. وتحياتي لكم، ودرت هذا الفيديو باش نقول لكم مبروك عواشركم بالصحه وطول العمر، وما تكلفوش راسكم، الله يكلف الله نفسا الا وسعها، وتحيه للجميع. كيما كتشوفوا اخوتي هادي راه مطيشه، راهو صورت لكم واحد الارض، راه كاين الارض اللي غارسينها بكري، هادي مغارسه مخرى، وكيما كتشوفوا هذا الربيع راه كله خصو يتحيد، مطيشه هادي تبارك الله، الطماطم كنغرسوها كتغرسيها فوق الباد، وحيت كتكون في الدار لداخل، ومن بعد كتخرجيها حدا الارض،
ولكن الشمس راه قليله اخوتي كيما كتشوفوا. يا ما هادو مطيشات اللي طوال كبار وشويه، حضرت لهم العواد كيما كتشوفوا هما. هادي مطيشه خوتي، الشتا 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 تبارك الله ما شاء الله، شهرين والزياده ديال الشتا هادي، وراه من شهر 3 4 دابا 5 فات والشتاوات في رمضان كانت تبارك الله ما شاء الله. الله اكبر، اللهم صل على النبي. ما عندنا ما نديرو، داكشي ديال الله. هاد العام الخضره، هاد العام الخضره عيانه كنشوف فيها انايا، غادي تجي الغاليه حيت كتكون الخضره عيانه، ما جاتش مزيان الغله كتغلى الخضره. وتبارك الله الشتاوات راه موجوده والخير موجود والمياهات موجوده، ولكن الله غالب. هادي كما كتشوفوا اخوتي، هادي فاصوليا. هانتوما اخوتي، هانتوما عرفتي شكون كياكل هاد الوريقات هادو؟ هاديك بعبوله اللي كتعرفوها القهويه، بعبوله عقلتو على البعبوله، ماشي بابوشه، البعبوله هذيك القهويه الكبيره هاديك، تيقول لها هما بوج، هاديك بوج هي اللي كتاكل، كتاكل لي كلها الغله سبحان الله، لان الله الرصاده كتخرج من تحت الارض هذيك البابوشه البعبوله، تيقولوا هما بعبوله، حنا تنقولوا بعبوله، ما تيقولوا بوج، راه ماشي البابوش، بعبوله هذيك القهويه الطويله ديال الماء. ايوا حيت الارض سارده اخوتي، والشتا كتاكل كل شيء، كتخلي لك غير العويد، الوريقات كلهم كتاكلهم. ايوا راه حنا كنحاربوها كنديروا الدواء، ولكن الله غالب. وهنا كما كتشوفوا اخوتي الجلبانه، تا هي الجلبانه، راه الربيع عرفتوا بكثره الشتاوات تبارك الله. الربيع انتم مالي الخير محيح، الربيع خصك 10 ايام ما كايناش، خصك تحيدي ثاني حتى الربيع كله تبقاي تحيدي. الارض سارده وكيطلعوا الحشرات لان ما كايناش الشمس قليله. Thank you.